السلام عليكم شباب، كيف أحبيكم أجمل ترحيب. هذا الدرس الجديد من دروس سلسلة دروس التعليم الإلكتروني. موضوع طرح ثلاث الأبعاد لتشريح أو تكوين الجهاز التناسلي الأنثوي بالطيور. لحظة، هذا المقطع جهاز التناسلي الأنثوي ملاصق للجهة الظهرية بالنسبة للطيور. هذا هو كما هو متجمع، يتكون من المبيض وقناة البيض أمامكم. هذا من نفتحه يصير بهذا الشكل. أول جزء هو القمع والمعظم والبرزخ الرحم والمهبل. المبيض أول أجزاء جهاز التناسل الأنثوي. هنا عملية الترسيب لمادة الصفار، بروتين ودهون وماء من خلال الأوعية الدموية المغلفة للحويصلات. نلاحظ الحويصلات بأحجام مختلفة وحسب توقيت الإباضة الخاصة بكل حويصلة. تبدي الحجم مالتها 1 مليم ملي مايكرون لأن توصل الحجم مالتها الكبير 25 ملم. هذه منطقة استجما الخالية من الأوعية الدموية ليحدث بها عملية انشقاق البويضة. نلاحظ آلية الانشقاق. لاحظوا شباب كيف يحدث انشقاق وخروج مادة الصفار. عندنا وعاء دموي، شوفوا شلون عملية انشقاق وخروج كتلة الصفار. هذا الصفار وين راح يسقط؟ راح يسقط بالقمع، الجزء الأول الرئيسي من أجزاء القناة التناسلية الأنثوية. يعمل عملية التقاط للبويضات. هنا كتلة الصفار من تسقط بالقمع، بالقمع اكو الغدد الخازنة للحيامن. في حالة البيض المخصب تبدأ الحيامن تهاجم البويضة في هذه المنطقة. لاحظوا هنا تبدي في حالة وجود الحيامن تهاجم البويضة في هذه المنطقة. في حالة وجود بعض البكتيريا مثل السلمونيلا قد يحدث تلوث للصفار في هذه المرحلة. لاحظوا هذا سبب لنا تلف بالنسبة للبيض. المنطقة الثانية هي المعظم. لاحظ المعظم هذا المعظم اللي بيتفرز طبقات البياض السميك المغلفة للصفار. لاحظوا طبقات المعظم، شوف الحركة مال البويضة داخل المعظم راح تتكون الكلايزة. هذا
هذيك العزة تحافظ على الصفار في منتصف البيضة، تنتقل بعدها إلى البرزخ والاستمص، هذا الاستمص نضاف لها الأغشية الخفيفة مغلفة البياض، لاحظ طبقات الأغشية الخفيفة تختلف فيما بعضها من ناحية الشكل، بعدها تنتقل إلى الرحم، هذا هو الرحم شيل جلاند، بالرحم راح تأخذ البيضة شكلها الكامل، تنفذ المواد والأملاح مع خاصية الضغط الأسموزي إلى داخل البيضة، تأخذ الحجم مالتها الكامل، بعدين تبدي إفراز مادة القشرة الكلسية، ترسيب القشرة الكلسية، هذا هو الترسيب للقشرة الكلسية هنا كما نلاحظ أمامنا، هذه الكريستالات، ونلاحظ وجود مسامات، هذه هي المسامات بين كريستالات، وتغلف بطبقة البشرة تغلف المسامات وتغلف القشرة الكلسية، تمنع دخول المواد إلى داخل البيضة، بعدها توصل للفجينة بعد ما تقلب 180 درجة كما حنشاهد، لاحظوا هنا تكون البيضة جاهزة لعملية الإباضة، عملية الأوفر بوزيشن، هنا راح يحدث توسع في فتحة المخرج، بالتالي خروج الطرف العريض يعقب خروج الطرف المدبب إلى الخارج، هذه البيضة بحجمها الكامل. لاحظ فرق بين درجة الحرارة 106 فهرنهايت بالنسبة للأم و 86 فهرنهايت بالنسبة للبيضة، نلاحظ هنا تكون الفسحة الهوائية أو ما تعرف بالإير سيل بالطرف العريض من البيضة، والتي تسمح بعملية التنفس للفرخ داخل البيضة لحين اكتمال نمود التطور الجنيني، الحصول على فرخ، أو في حالة كون البيض غير مخصب يبقى محافظ على شكله يستخدم للمعدة. وشكرا جزيلا لإصغائكم.